Four signs of bad cylinder head. أربع شواهد على تلف رأس السلندر. رقم واحد، شرخ برأس السلندر cracked cylinder head. وجود شرخ برأس السلندر يؤدي إلى تسريب سائل التبريد وسائل التزييت. وعادة يحدث التسريب حول حواف رأس السلندر cylinder head edge. وعند حدوث تسريب كبير excessive leak يتعرض المحرك إلى سخونة عالية overheating وضعف ضغط الأسطوانة low compression pressure وفقد سائل التزييت losses of engine oil. وفقد سائل التزييت losses of engine oil يؤدي إلى تآكل كراسي المحرك wear bearing، ومما يؤدي إلى التصاق المحرك أو أفش المحرك. وعند الوصول لهذا الحد نحتاج إلى تغيير رأس السلندر لأنه من الصعب إصلاح شرخ كهذا. Number 2 blown head gasket and white smoke. رقم 2 نفخ في جوان رأس السلندر والدخان الأبيض. عند تلف جوار رأس السلندر بسبب تعرضه لدرجات حرارة عالية overheating وتعرض براغي رأس السلندر إلى إجهادات حرارية عالية سوف ينبعث مع المحرك دخان أبيض white smoke. ويحدث ذلك بسبب تسريب سائل التبريد إلى غرفة الإحتراق combustion chamber فيحترق مع الوقود. وعند حدوث سخونة زائدة excessive overheating يبدأ سطح رأس السلندر في الالتواء الوارمج. وفي هذه الأيام معظم رأس السلندر مصنوعة من سبائك الألمونيوم ألمونيوم ألوي، لذلك فمن السهل حدوث التواء بسطح رأس السلندر المصنوع من الألمونيوم الوارمج عند درجات الحرارة العالية excessive overheating. وعند حدوث التواء الوارمج رأس السلندر سنحتاج إلى إعادة استقامة سطح رأس السلندر بحيث لا يتعدى الحدود المسموح بها. Number 3 poor performance. رقم 3 أداء المحرك منخفض. عندما يكون رأس السلندر سيء باد أو تالف بسبب ضعف ضغط الأسطوانة low cylinder compression pressure وضعف ضغط الأسطوانة يؤدي إلى اضطراب في المحرك المسفيرنج. وعندما يحدث اضطراب المحرك المسفيرنج يعمل المحرك ببطء، من الممكن أن يقف عند السرعة الخاملة at idling speed. وعلاوة على ذلك سنلاحظ رائحة وقود قوية strong fuel smell بسبب عدم احتراق الوقود بشكل كامل داخل غرفة الاحتراق الكومبشن شامبر. واضطراب المحرك المسفيرنج بسبب ضوضاء النفخ الصادرة من عادم المحرك. Number 4 damage top end. رقم 4 تلف مجموعة الصمامات الفالف ترين. كسر عمود الكيانات كام شافت أو كسر الصمامات الفالف يؤدي إلى تلف رأس السلندر. وحد ذلك عادة عند قطع سير توقيت المحرك لإنجين تايمينج بيلت فيؤدي إلى اضطراب في المحرك. وبسبب انحناء صمام الهواء والعادم بنت أوف إكزوست الإلت يحدث نتيجة الضربات الارتدادية القوية للصمام المكسور داخل غرفة الاحتراق مما يسبب تلف رأس السلندر سلندر هيد وحائط السلندر السلندر هول. والآن فإن قوة شد ضعيفة weak tensile strength تؤدي إلى كسر عمود الكامل. ويحدث أثناء الحمل الزائد اللود excessive load والمحرك يدور بسرعة عالية ومن الممكن أن ينكسر عمود الكامل فيؤدي إلى تلف رأس السلندر، وعندئذ يجب تغيير رأس السلندر.